مجددا تتسع رقعة المواجهات في محافظة الجوف، فلا مكان في هذه المحافظة إلا لأصوات المدافع، وسواء كان هناك هدنة أم لم يكن فالمعركة فيها لا تتوقف. فبعد سلسلة الهجمات العديدة التي تشنها الميليشيا على مواقع في مديرية المصلوب، تعود قوات الجيش مجددا إلى الدفاع بعد أن كانت أحكمت سيطرتها على مناطق عديدة في الأيام الماضية. مصادر في الجيش أكدت أنها تمكنت من إفشال هجمات عديدة للميليشيا، وتصدت لهجومين متزامنين على مواقع ملحان جنوب المديرية وموقع الزرقة غربي المديرية، فيما أكدت الفرق الهندسية أنها نزعت مئات الألغام والمتفجرات بمديرية خب والشعف. في صعدة أيضا لم يكن الأمر مختلفا، فقد أكدت مصادر ميدانية تمكن قوات الجيش من ضبط مجموعة كبيرة من الأسلحة والألغام في الجبال المحاذية لسوق البقع في مديرية كتاف. وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة أن أسلحة متطورة بينها صواريخ حرارية وموجهة تم العثور عليها في مواقع الميليشيا بمنطقة البقع. إذن لا يزال التقدم الذي أحرزه الجيش خلال الأيام الماضية في منطقة كتاف محفوفا بالمخاطر، خصوصا بعد أن أصبحت المنطقة محاطة بالألغام، الأمر الذي يجعل مسألة السيطرة عليها بالكامل مرهونا باستكمال تطهير المناطق من هذه الألغام.